لبنان الغارق في أزمة نفايات يفشل مجددا في إيجاد حل ينهي فصول الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر. اجتماع مجلس الوزراء اللبناني ناقش مجموعة من المقاربات المطروحة لحل الملف، غير أن الخلافات بين أعضاء المجلس أفشلت التوصل إلى صفقة مع إحدى المقاولات المكلفة بجمع النفايات. قرر مجلس الوزراء اعتماد اقتراح وزير البيئة بعدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء. ومقابل هذا الإعلان، قررت الحكومة اللبنانية تخصيص ما يفوق 100 مليون دولار بغية تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، فيما يظل الهدف من القرار هو محاولة إيجاد حل للأزمة الراهنة. إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة ما يوازي 100 مليون دولار أمريكي توزع على السنوات 2015 و2016 و2017 لتنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والخدمات العامة. وفي غضون هذا الإعلان الصريح بالفشل في تدبير أزمة النفايات وحالة الاصطفاف السياسي الحاد، تهيمن على الشارع اللبناني نبرة تتسم بالغضب والرفض جراء استمرار الأزمة. آراء الشارع تؤكد على أهمية الإسراع في حل الأزمة الراهنة، فيما وصلت أخرى إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة. نحن مطالبنا كثير بسيطة، أي شعب بيحلم فيها وأي شعب بيطمح لها، نحن مطلبنا نعيش بكرامة مثل أي شعب حي على وجه هذه البسيطة وجه الكرة الأرضية. نحن جايين عم نجي من كل المناطق لهون على بيروت لنجدد مطالبنا بإسقاط الحكومة وإسقاط مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية فورا، يصار بعدها إلى انتخاب لتأليف حكومة وانتخاب مجلس نيابي جديد. العاصمة بيروت شهدت نهاية الأسبوع المنصرم حالة من الحراك الشعبي، حراك تمثل في مسيرات واحتجاجات على تحول شوارع لبنان إلى ركام من الأزبال. ولم تخلو هذه الاحتجاجات من صدامات مع عناصر الشرطة، حيث خلفت إصابات في صفوف الطرفين. وتؤكد الحكومة اللبنانية أن الأزمة الراهنة أبعد من مسألة تدبير النفايات، أقرب إلى حالة الانقسام والاصطفاف السياسي الذي يطبع المشهد السياسي في لبنان.